اللي شرفنا، منتخب اللي يرفع راسنا، منتخب. السلام عليكم، بغينا نقولوا الحمد لله واخا خسرنا، ولكن هذا الشيء عادي، ولكن باش وصلت النصف النهائي راه ماشي سهله. يعني حنايا راه عندنا مواهب، كنز كبير في هذا المغرب هذا، يعني من الافضل نديروا انديه كبار باش ينضموا ليهم الاطفال الصغار، حيت عندنا مواهب كبيره. المقابله كانت شويه صعيبه، حيت حتى فرنسا راه بخبيزه كيف ما كنقولوا بالترابي تربش، ولكن الحمد لله واخا خسر المغرب، ولكن افريقيا كامله فرحانه، العرب كاملين فرحانين والحمد لله. اللعاب اللي كيعجبوني اشرف حكيمي، حكيم زياش، اشرف داري. اليوم لعب واحد المقابله اللي زوينه، وسايس كان مصاب للاسف كان مصاب، يعني ما قدش يلعب معنا ويعطي واحد الطاقه ايجابيه، عطى طاقه سلبيه، ولكن ماشي مشكل. وعز الدين اوناحي من الافضل لاعبين، واخا حمد الله اليوم ضيع، ولكن داك وليد دعيت الله ضيع شحال من محاوله ضد سباليون، ضد كرواتيا، ما حشمت يا خويا، بغينا نوجهوها لك، وسير الحمد لله فاش قبضتيها حمراء. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم، وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.